الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. وتحية وتقدير لكل من يشاهدني من خلال شاشة قناة الأهلي. اسمحوا لنا هنقول أول وصفة معانا النهاردة هي وصفة كفتة، بس كفتة نباتية هنعملها بالعدس بجبة. في ناس كتير قوي ما بتملش للحوم، او يعني مش طول الوقت بتحب تاكل لحوم كتير، وطبعا ده افضل لانه يعني في ظل الوقت اللي احنا فيه ما بقيناش بنبقى عايزين ناكل فراخ ولحمه كتير، اكيد يبقى لازم في عنصر نباتي معانا في القصه، فده مهم كمان عشان الصحه تبقى كويسه. احنا هنعمل كفته العدس بجبه بطريقه جميله جدا، مش هتفرق حاجه ابدا عن الكفته الحقيقيه اللي بنعملها باللحم. في ناس بتعملها بالفول الصويا، بس احنا النهارده هنعملها بالعدس بجبه. اسمحوا لنا نقول المقادير مع بعض. كفته العدس بجبه عندي نص كيلو من العدس بجبه، طبعا منقوع. في حاجه من الاثنين، ممكن نسلقه وممكن ننقعه. انا الحقيقه نقعته عشان عايزاها تديني قوام متماسك شويه، لكن لو حابين تسلقوها اوكي ممكن، مفيش مانع برضو. عندي اثنين بطاطس مسلوقه متقطعه مكعبات، وعندي بصله متقطعه، وعندي حزمه كزبره خضراء، معلقه صغيره من الثوم المفروم، ومعلقه كبيره من الزيت، وكوباية إلا ربع من البقسماط الناعم، معلقة صغيرة من البهارات، ملح وفلفل وكمون. وممكن لو حابين تدوها النكهة أو الطعم والتيست الحلو بتاع الكفتة بتاعة الحاتي، ممكن قوي نعمل لها فحماية جميلة كده تدي ريحة ليها. أنا هسويها في الفرن، فاسمحوا لنا كده نقول بسم الله ونشوف هنعمل القصة دي إزاي. طيب أنا هبدأ ألبس الجلافز كده وهبدا اشتغل مع حضراتكم. بقى احنا هعملها، انا نقعت العدس يعني في شويه ميه شويه كده حلوين، لو انتم مستعجلين زي حالاتي ممكن يبقى في ميه سخنه. بصوا انا نقعته بس يدوب، العدس مش محتاج يعني يدوب بس ايه يطرى، بحيث لما اضربه في الهاند بلندر يبقى الدنيا يعني ايه زي ما بيقولوا في طراوه شويه، يبدا يتخلط معي. هجهز طبعا بوله كبيره كده، غالبا انا ممكن اضرب الناحيه دي لان الهاند بلندر الناحيه دي، فخليني ايه هعمل كده، احط البوله هنا ولا عايزيني هناك بس عشان الفيشه توصل طيب انا هنا، انا هنا عشان الفيشه. طيب هاخد كده من البصل، متقطع مكعبات، وهاخد من الكزبرة الخضراء. انا هنا حاطه منزيل مبلول، طبعا هي فكره ان احنا نحافظ على الخضره. طبعا لو في خضره عند حضراتكم في الثلاجه وعايزين تحافظوا عليها، انا الحقيقه بحبها فريش وما بحبش اخزنها في الفريزر، يعني وضد المبدا ان احنا نخزن خضره في الفريزر. نخزنها ليه؟ ما هي موجوده طول الوقت. فبقول دايما ان احنا نقدر في فوطه نظيفه من فوط المطبخ تتعصر، تتغسل وتتعصر بالميه وتحط جواها الخضره وتتلف وتتحط في الثلاجه، وكلما نشفت نبدا نبل الفوطة ونعصرها مرة تانية علشان نحافظ عليها. نعناع بقى، كزبرة، بقدونس، أي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندنا تقعد فترة طويلة معانا تعدي الأسبوع وتبقى فريش. عندي البهارات، وعندي طبعا الثوم، رشة الكمون كده، عايزين كده، خليكم معايا بس انتوا تمام وانا تمام. وادي شويه بطاطس، ماشي حبايبي، وهاخد كده شويه من العدس بجبه كده، هي جميله جدا. ممكن في الكبه، ممكن بالهاند بلندر، على حسب انتوا حابين ايه. واحنا كده شغالين هنشوف القوام، هحتاجت احط بقيه العدس، هحطه كده وهبدا عايزه بسم الله. شوية لحد ما تبقى معجون كده، اخلط بقى الخليط، هيبقى جميل ورائع. معلش انا بنزل دول كده، الكفتة دي على فكرة من يعني طعمها رائع. خليني بس الاول ايه
هات لي جنبي الملح والفلفل يا محمد. هنحط بقى شوية ملح وفلفل، ده اللي باقي بعد ما حطينا البهارات اللي هي السبع بهارات. تسلم ايدك وعينك، شكرا. هنحط شوية فلفل كده، وهحط طبعا الملح، شوية ملح كده حلوين. وناخد أول تليفون معانا منال. أهلا وسهلا، صباح الفل. يا حبيبة قلبي صباح الفل عليكي. تسلم ايدك معتونة. تسلم يا حبيبتي، ربنا يبارك. عايزة اشكرك على طريقة وصفة الجمبري اللي انت قلتها لي. عملتيها طلعت ايه قوليلي؟ بجد تحفة فعلا. تسلم ايدك انت. صحة واحنا بناكله. يا حبيبتي تسلم ايدك انت اللي عملتي، والله تسلم ايدك. يعني يتقبل الدعاء اللي انا دعيته لك وانا باكل. يا حبيبتي ربنا يخليكي، امين يا رب لينا وليكي. لو ليكي اي طلب قوليلي. تسلمي يا منال، ما نحرمش منك ابدا. وتسلم ايديكي على الكفته برضو الجميله ديت، هتعجبك قوي. انا قاعده مركزه معاكي عشان برضو عايزه اجربها ان شاء الله. ان شاء الله تجربيها وتعجبك وتقوليلي اخبارها ايه في التليفون. انا ما شفتش المقادير من الاول يا شيخه. هنزلها لك حالا وهقول لك تاني انا عملت ايه وانا شغاله. عينيا ليكي، عينيا ليكي، شرفتيني يا منال، ربنا يكرمك يا رب. تسلم ايدك يا محمد. دي سقعتوها يا ولاد، تسلم ايديكوا. بصوا بقى انا حطيت ايه، عندي نص كيلو. تعالوا ننزل المقادير تاني يا ندى. تسلم ايديكوا، شكرا ليكوا جزيلا في الكنترول. المقادير عندي نص كيلو من العدس، حطيت كمون، حطيت بهارات، عندي نص كيلو من العدس الجبه انا نقعته، عندي بطاطستين مسلوقين، وعندي بصلايه متقطعه كده مكعبات، وعندي حزمه كزبره خضراء، معلقه ثوم مفروم، معلقه كبيره زيت. الزيت دي انا هشكل بيها الكفت، ما حطيتهاش في المقادير. عندي ملح وفلفل وبهارات اللي هي السبع بهارات وكمون، ما حطيتش حاجه تاني خالص. وبعدين بصوا بعمل كده بالهاند بلندر كده. عايزه اقول لكم الكفته دي جميله جمال، وفي كمان بيعملوها بالعدس الاصفر، بس انا بحبها اللي بعدس الجبه اكتر لانها بتبقى شكل الكفته الحقيقيه فعلا. اهو كده شايفين فرمت ازاي معايا، رائعه. طبعا سقعيها قبل التشكيل، مهم قوي ان احنا نسقعها قبل ما نشكلها عشان تطلع معانا قوامها حلو صباع صباع. تمام كده، حاضر. خلوني بس ايه اجرب مع حضراتكم كده، اشوف بس الاول القوام بتاعها قبل ما افك الايه. قوامها حلو بس محتاجه ايه تسقع شويه. يعني ايه؟ بصوا لو انا هشكلها طبعا لازم اخد نقطه زيت جنبي، لازم تسقع شويه، فانا هستخدم اللي ساقعه. يعني بصوا الكفته رائعه. خليني اجرب برضو لو جنبي مسحه زيت كده، خليني احط نقطه من الزيت هنا، خليها جنبي هناك، ونشوف كده تشكيلها اخباره ايه بعيدا عن ان احنا نسقعها عشان نبقى ايه في الامان. انا هجيبها لكم هنا عشان اريحكم، بس انا هخلص الخلط بتاعها وهجيبها هنا اشكل قدام حضراتكم احسن، شايفيني افضل. بسم الله، خليني بس كده ايه يلا بينا، يلا بينا. ومعانا زينة حبيبتي. يا اهلا يا زوزو، ازيك يا شيخة عظيمة؟ عاملة ايه؟ انا كويسة، انت فين؟ جدا 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 حبيبة عمري، انت كمان وحشتيني جدا. انا موجودة، انت عاملة ايه؟ انت يعني غبتي عليا ليه بقى؟ كمان. غبتي عليا، كنت فين؟ انا قلت انك في الحضانة. معلش انا اسفه، اصل كنت في الحضانه. يا حبيبه عمري انت، الحضانه منوره بوجودك يا زينه فيها. انت بس بتوحشيني. انا بحبك جدا وبحب الكفته والعدس كمان. يا روحي، طب خلي مامي بقى تجرب لك الصنف الجميل ده وتبعتي لي ايه رايك التطبيق زي ما بتبعتي لي حاجتك الحلوه.
ايه رايك؟ اوكي اتفقنا، هستنى التطبيق القمر بتاعك عشان اعرضه لك. انا نفسي اشوفك وانا بحبك جدا جدا جدا. ان شاء الله هشوفك قريب ان شاء الله، وهم عارفين رقمك وهيكلموك عشان تيجي تبقي معايا ان شاء الله في حلقه، وماما كمان تيجي عشان اشوفها. اتفقنا؟ اتفقنا يا قمر. ميرسي يا زينه انك سمعتيني صوتك يا روح قلبي. بصوا بقى، بحط اخر حاجه كده البقسماط يا دوب تتماسك. ايه تماسكت وتمام. هاخد بقى كده نقطه كده من الزيت اهو، هعمل هنا كده وهبدا اهو، دي معلقه الزيت بقى. نعمل كده الكفته الحلوه دي، هدخلها الفرن اهي. نصبع بقى كده ايه اصابع، ممكن تبقى زي اللي بتتباع بره جاهزه انتوا بتشتروها، لكن طبعا ما بتبقاش كفته العدس، بتبقى الكفتات الجاهزه. ان شاء الله دي هتعجب حضراتكم، مغذيه جدا، وبرده للناس النباتيين اصدقائنا، ولو اخواتنا المسيحيين صايمين مثلا يبقى كمان يعني هيحبوا الصنف ده جدا. ونبدا ندخل ثقافه جديده كده ايه، بعيدا عن اللحوم الحمراء يعني كده اهو. شايفين بقى عملت كميه حلوه ازاي؟ ده انا كمان ما حطيتش كل كميه العدس. بصوا باقي منه قد ايه، باقي منه شويه اهو، لكن احنا بقى لو عاملين كميه تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر كمان. وهوري حضراتكم شكلها لما بيطلع بيبقى عامل ازاي، كانها كفته حقيقيه. انا بقى دي لما احطها كده في الفرن وتستوي وتطلع، بعمل فحمايه صغيره بحطها في نص الكفته كده على ورقه فويل ولا حاجه، وبروح ايه حاطه فيها معلقه زيت واحده عشان واقفل عليها عشان تطلع الدخان، والكفته تتشرب الدخان ده كله، وتبقى الدنيا جميله جدا، تاخد كده ريحه حلوه من ريحه المشويات. خلاص طيب، انا هدخلها الفرن حراره 180 عادي جدا على الشبكه في النص، ما بعملش اي حاجه غير اني بسيبها بس تاخد لها حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. هتطلع زي ما حضرتك هتشوفوها دلوقتي، مخرجنا هيستعرضها تشوفوها. أنا كده بصبعها أهي وبجهزها، وهنبدأ نكمل بقية الإيه الأصابع. مخرجنا يستعرضها لنا بقى وهي جاهزة هنا في التقديم. شوفوا شكلها عامل إزاي، جميلة جدا، تنفع للأطفال كتير جدا، وجبات جميلة كسناك كمان حلوة قوي. تسلم إيديك، تسلم ايديكوا، شكرا كده اهو. ادي الكفته بتاعتنا بتاعت العدس بجبه بسيطه، مكونات بسيطه، قلنا حطينا العدس نقعته، انا ما سلقتوش، والافضل انكم تنقعوه عشان تستفيدوا بس بيه، ولما يدخل ياخد سوا بس يا دوب ميه سخنه. يلا بينا ندخلها بقى الفرن على حراره 180 على الشبكه في النص، او على الرف من تحت مش مشكله، المهم ما يبقاش ملامس لصاج الفرن عشان ما تتحرقش. تمام اهو كده، ويلا بينا اخر صباع وندخلها الفرن. وكده الشوط الاول هيخلص، بيبلغوني حاضر الحاجه مصفر لانتهاء الشوط الاول، وهنستصبح حضراتكم طبعا للخروج للاستراحه، وهنرجع نستكمل باقي الوصفات بتاعتنا باذن الله. بصوا بقى كفته العدس هدخلها الفرن بسم الله، و هنبدأ دلوقتي بقى نطلع لاستراحة بسيطة، وبعد الاستراحة نرجع نكمل وصفة لطيفة جدا ممكن نعملها فيها سندوتشات بسيطة جدا. خلينا نشوف هي ايه بعد الاستراحة، مستنية حضراتكم.